شهد سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية حفل افتتاح بطولة العالم للمصارعة 2023، والتي انطلقت في العاصمة الصربية بلغراد بحضور عدد من كبار الشخصيات والمسؤولين وممثلي اتحادات المصارعة بمختلف دول العالم. وحضر حفل الافتتاح سمو الشيخ سلمان بن محمد الخليفة نائب رئيس الهيئة العامة للرياضة، وسمو الشيخ عيسى بن راشد الخليفة ووزير الرياضة الصربي السيد زوران غايتش ورئيس اللجنة الأولمبية الصربية، سعادة السيد بوزيدار ماركوريتش وسعادة الدكتور عبد الرحمن صادق عسكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة، وسعادة السيد فارس مصطفى الكوهجي الأمين العام للجنة الأولمبية البحرينية. بهذه المناسبة عرب سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة عن سعادته بحضور حفل افتتاح بطولة العالم للمصارعة تلبية للدعوة الرسمية، مشيدا سموه بما شهده الحفل من فقرات متنوعة وعروض متميزة وحضور واسع من القيادات الرياضية وممثلي الاتحادات المصارعة العالمية، مؤكدا على المكانة البارزة التي تحتلها جمهورية صربيا الصديقة على الصعيد الرياضي لتكون مقصدا لمختلف البطولات العالمية، متمنيا لها التوفيق والنجاح في استضافة بطولة العالم للمصارعة بأفضل صورة.